الحميه والبغضاء والعداء. ثلاث ايام مو بنايم ابراهيم. والله مغبون. انا ما نزعل من الجلد قد ما طلعت غني. يا ربي وانت ربي. ما تقولش على نفسك كده يا ابراهيم. برضه؟ لا سلسلايم انت مش غبي، انت تضحك عليك. والله انضحك عليا. انضحك عليا يا بنت. كل مره اقول اللي هو شافك يا بس، كل مره اقول اللي هو خلاص شافك. لا ابراهيم غبي عيب عليه. وايه واستناه يمسك فيك الاقيه ماسك فيا انا. عايز اسود؟ لانه هو الوحيد اللي يقدر. بيعمل ازاي؟ مقصوص. مقصوص والله غزة. انت لسه مقصوص. هنكتب ايه يا غزة؟ طب يا شباب. بحرف كل واحد، مش كل واحد اللي اقول عليه الدور صح علي؟ لا لا كلنا مع بعض. لا كلهم مع بعض؟ ما ايوه هي جماعيه. لا يا شباب. طيب ايه اللي طار ده؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ طب يا شباب الاستاذ هاني مقبل غطا وازازه. هتختار الحرف؟ اختار حرف. اختار حرف. ها ايه؟ ها ها هاني على اسمي. طيب خلاص اكتب بقى جمله ما تقلش عن اربع كلمات. أوف. اول حرف فيها في اول حرف في كل كلماتها هاء. هنب. هاني يهنب. لا هاني هو. ها لا بس يا شباب يلا يلا معاك 30 20 ثانيه. هو بس هو بس هو بس لوحده 20 ثانيه. انا اخترت السين. معاك 20 ثانيه. لا انا هغير، ما حدش يختار خلاص. بالله كيف خلاك قلبك وتجلدني جلد؟ بس ده انا مغلول منك الحمد لله نجت كده. بالله انت فرحان؟ فرحان ده انا من ايش هذا؟ هنا هاني، هل هناك هاني هناك يعني ما ايوه دي صيغه سؤال. ايوه صيغه ايه؟ صيغه سؤال. هنا هاني، هنا هاني، هل هناك هاني هناك؟ لا طبعا. لا لا لا. هل يتأتى من الخيار أتى؟ لا اي زي كده بالظبط. لا هل يتأتى من الخيار أتى؟ صح. غزي ايش هذا؟ انه زبادي خلاط. زهاني زبادي خلاط. خليك بقى في الحرف اللي انا هديه لك. اول حاجه خلي بسيم. لام. بسيم. لام يا ابراهيم اكتب جمله من كم كلمه؟ اكتب من كم كلمه؟ لا تقل عن اربع كلمات بس. لام. طب انا عايزك تبقى منها اقول له 10 ثواني. ينفع اقول له؟ بيختار لنا الحروف ومحدش ينفع يقول لحد. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد تايم. انتهى الوقت. هل كتبت؟ نعم. اقرأ. شوف شوف كم شوف. لا لا وقعت هذا في النهاية بس. لا ما وقعت. لا. لا للمخدرات لأنها للأسف وبس. وأنا توقيعي. للأسف إيه؟ للأسف. للأسف إيش؟ لم يكتب. أنت اللي طلبت. لا للأسف كمل. للأسف أنها فرصة تدمر المشتري. لا للأسف إيش؟ للأسف لا تصلح. لا تقل عن لا تصلح. أي مفيش مصيبة. عن ديم جتا منين؟ عن الحرف لام. أتمنى أختي معني. لا للمخدرات لأنها للأسف لا تنفع. لا تنفع. تنفع دي جبتها منين؟ أنا عايز أعمل حاجة بحرف اللام. لا لم فعل. إيه؟ عايز أقول جملة حلوة بحرف اللام لا. كلها. لا. لا. يلا زكريا. هتختار حرف ولا أختار لك أنا؟ لا أنا أختار لك حرف الكاف. كاف؟ والله مفيش فعلًا. ايه الكاف ده؟ هو كاف. ايه ما انت فاكر نفسك انت عاب تذاكر من ساعتها بحرف الالف. لا لل لانها للاسف في البدايه كلها في البدايه. يا اخي انت من فين جابها؟ 10 ثواني. ما يا ربي والله ماني زعلان على الجلد يا جماعه. 5 ثواني مفهومه يعني؟ طيب زعلان على المسرح اللي قاعد يتفرج عليه وانا انجلد. 2 1 كيف كفيف كفه كادر؟ ايه ايه صحيح. كيف كفيف كفه كادر؟ كادر كادر يعني ايه كادر يعني؟ إيه كادر يعني الكادر بتاع. لا 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 للاسف بكل اسف الاجابه صحيحه. ها اللي بعده إيه؟ الاستاذ يلا حرف بحرف الطاء. طاء طاء طائيه. تفضل. حرف الطاء. هذا الشريط يمشي دائما تحتك. 20 ثانيه بدا. في تجربة ثانية ولا؟ لو عايز. عايزين عشان عايزين مناديل يعني. مناديل ما في استيكر. كمية حرف هي اللي في السماء. 8 7 6 بس يا ابراهيم. بالله. طيب 2 1 طيب كتبت ايه؟ بيلون. كتبت ايه؟ بيلون. بتلون ايه؟ كتبت طائر طويل طوله طن. ورينا كتبت ايه؟ لا ليس صحيح. ورينا خطك. لا ليس صحيح. لا انا بكتب انا خط حلو بس انا بكتب بسرعه. يا غزي ليست صحيحه. طويل. لا مو طائر الا قال طريق. طريق
طريق طويل طوله طن. الطول طائر. ايه اللي طن دي؟ طائر. لا طن وزن مش لا لا طول طائر. يا حبيبي يا حبيبي صلي على النبي. انا اشرح لك اياها. طريق طويل. هي معايا كده يا شباب. هارون. طريق طويل طوله طن. طريق كان بيكمل بس طويل طوله عمود في راسه. طائر. خبطت عمود في راسه. اجابه خاطئه للاسف. حق سمير. حق سمير. الاستاذ احمد سمير عامر. امرني. تحب حرف معين؟ اللي انت عايزه، اللي انت هتقول عليه انت قائد. انت مش عايز حرف معين؟ انت قائد. حرف الشين. ايه؟ الشين. سهل. على فكره من اسهل الحروف اللي موجوده في. طب اختار لي النهارده الشين في يلا 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 بس. يلا بدا التايمر 20 ثانيه. امسحوا والله يا شباب. امسحوا يا اولاد وليسوا. امسكوا كده يلا وليسوا. يلا يا شباب. 10 ثواني. انت بتكتب ايه؟ 10 ثواني. شين. شمس. 5 4 3 2 1 انتهى الوقت. كتبت ايش؟ شارع شمال شديد شمسه. شارع شمال شديد شمسه. نيمور اللي كان طبعا تكون صحيح. لا هو صح. شمال شديد شمسه. يعني شمس شمال. شارع شمال لو دخلت يمين في ضله. بصراحة؟ اه بصراحة؟ اه إجابة صحيحة. شكرا. للأسف هذه الألعاب ما تخصنا. إبراهيم هتلعب؟ ليش؟ لأنها معتمدة على الذكاء وفريقنا معتمد على الجهد. معتمد على العلا. إبراهيم هتلعب؟ اه امسح وقول. امسح وقول. ما تخلص؟ سبساوة على طول. قول هنا. يلا هتعملها تانية يا غزي؟ اه هنلعبها تانية. حلوة؟ شو المساحة في الجنب؟ طيب. ما تدينا كلنا حرف البنطلون. ادينا حرف البنطلون. يا معفن يا معفن. بس إيه بس يا ولد. بس طب وليه تمسح في هدومك؟ بس يا ولد. عادي يا ولد. اكتب. لا يا ايه؟ ولا مين؟ عايز تكتب؟ ادينا حرف كلنا. يلا اعطينا حرف. ايه؟ اه ولكن هيحصل كل. هيحصل بس يعني في الاخر في الاخر قبل ال. قول قول قول. التاير مربوطه. التاير ايه؟ لا يا راجل. لا 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 اليوم عادي اليوم عادي عادي ممكن لا لا. تعملها مفتوحه تعملها بتحتها تعملها مفتوحه ما في جمله اصلا تبدا بالتاء المربوط نعم. بس 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 احنا اللغه العربيه لغه الايه احنا الثلاثه سكر نبات الضاد تفضل نعم الضاد يلا درسي ولد حاضر مين ابراهيم ابراهيم بس اه بس بقى 10 ثواني 5 4 3 2 1 طيب كتبت ايش؟ ايش هذا؟ كتبت ايش؟ يلا هم ثلاث كلمات بس يا ابراهيم يلا يلا ابراهيم هلص. شايفك انا شايفك لا توقيعي هذا لا ماشي مش هنحسبها ضرس الضيف ظاهر ايه؟ ضرس ضيف ظاهر ظاهر اه ظاهر مش ظاهر لا لا في في لا ما فيش خلاص ضيف الله يا اخي انتم خسرانين ضيف الله خلاص لا خلاص انتهى يا هاني انت زعلان المفروض خلاص انا المفروض اليوم تمشوني للاسف للاسف دقيقه انا شايف دقيقه متحمس انت ضرس ضيف الله ضرس ضيف ضيف الله شكرا مش عايزين نسمع حاجه يلا استاذ هاني ايوه يلا استاذ هاني شكرا يا استاذ ابراهيم شكرا اللي انت كاتبه ده لا 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 دقيقه 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 يوم تعالى يلا جاهز يا استاذ هاني دقيقه حرف معين ولا لا لا اختار انت اختار انا دقيقه انا اخترت هاني دقيقه 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 حروفي يا جماعه الخير يا جماعة غزي دقيقة حخرب المسابقة حبيبي أبو فراس السلام عليكم الله يسعدك أنا انجلت بما فيه الكفاية تذكرة عاجلا غير آجل إلى السعودية أبو فراس عادي تقدر تكمل عادي راح ميل أصلا قبل ما أنت تسجل أنت بعت لنا يلا إيه ده استنى كده طايم اسمع حبيبي ابو فراس السلام عليكم الله دب ذباب ذنب ذئب تذكر عاجلا غير ده ده بيلعب في التقيل ده ذب ذباب انحط ذباب ذنب ذئب يعني في ذنب الذئب اه ايه الذنب ذنب مؤخره الذئب اه اه اللي هو الديل اه ديل ذنب عشانك نخلي ذيل اجابه صحيحه عشانك نخلي ذيل الاستاذ مش ديل الاستاذ احمد بسيم حرف ازاي ايه ازاي يلا حرف ازاي يعني ايه زي هو الذال عارف الذال اخوها اللي ممدد يلا زكريا معروف زين يا لا اقول لي حرف اعرف هتلخبط بينه وبين اللي بتاعت حرف ازاي 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 زين يا بسيم زين زين والله سهل 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 زياره زقرة
بس يا بس يا زهر بس يا ابراهيم بس يا ابراهيم لا خلي خلي حرف ثاني بالله عليك انا ثاني مش عارف حرف طبيعي اخوانا طيب هقول لك حرف سهل هقول لك لا لا مش راء هقول لك حرف سهل صاد عم صبري العلاقه اللي بيني وبينك رسميا ماشي طيب خلاص شكرا استغفر الله يا ابني صبر صابر صبر صب هاي شيء 10 ثواني 10 ثواني وخلصت ما احنا عارفين ما عرفش يتكلم والله ما عرفش يتكلم ما عرفش يتكلم بس ثواني 4 3 2 قاعد يكتب 1 بطاطس انتهى الوقت ها كاتب ايه يا سيد يا سلام وريني كده صابر صبر صبور صبار ايه ده دي جمله لا ده واحد صابر على اللي بيتعمل انتوا اذكياء ممكن اقول ممكن اقول مكانه قرب شويه لوحه حلوه ايوه ده شعر ولا نثر لا ده صبر ده منشور يا يا بسيم اكتب صبر صبور صبر صبري اهو صبر صبور صبر صبر لا مش هادي اللي كتب لا صبر صابر صابر صبري تحدي لزكريا شكرا غلط غلط شكرا يا بسيم تحدي لزكريا تحدي لزكريا ازاي ازاي متى هنفلح زبادي والله فريقنا زبادي خلاط لا لا ما تقولوش كده انا اقول ايه لا 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 حلب حصى واو خلاص ابراهيم زمانها بردت ما بردتش لا لسه قلبي هي قلبي انا اول مره اتمنى خمس ثواني قبطان. اربعه ثلاثه اثنين ماذا كتب زكريا زلزال زال زلوله زال زلوله اي بالله زكريا زلزال زل زلوله زال زلوله اه زلوله 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 الحقيقه يعني زكريا ده زلزال ايوه زال أيوة. زلوله بقى مزلول يعني ايه زلوله دي زلوله بالذال لا زلوله غير زلوله دي من أيوة. زي الهدب الهدب النازل هدب الهدب زلوله الهدب النازل عارف الهدب النازل جالك الهدب اللي هو الزول ده اسم جاسوم زلوله زلوله جايه من غلط لا اقول لك غلط شكرا زكريا زلزال زلال الشاعر ايوه زلوله 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 الحقيقه ايوه نعم يا جماعه زلوله دي اللي هي جايه من التهديب لنزول البودكاست ايوه انت عشان انت انسان مهذب تعب علشان انت انسان مهذب فعشان كده شكرا ابراهيم اهلا ابراهيم ازيك عامل ايه انا بخير هقول لكم حرف جماعي بقى شباب يا سلام استنى انا لما اجي لكم حرف جماعي وفي 30 ثانيه مش 20 يلا تمام يلا غير التاء صبري مفيش كلمه بتبقى انبسط يا عم والله انت ولا بتهزر انت مش عارف حاجه يلا 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 بتبقاش تبقى قائد انا ما ارضى على القائد انا ما ارضى يا استاذ زكريا لو سمحت طيب كلكم عدا زكريا حرف ال انا اسف ايوه خليك مؤدب خليك مؤدب يلا حرف الضاء ايه الضاء اللي بعصايا اه اللي بعصايا ضاء ضاء حرف الضاء معاكم 30 ثانيه ممكن تكتبوا يعني موضوع انشائي حبيبك اهو خلصت يلا يا شباب باقي من الوقت 19 خمس ثواني خمس ثواني خمس ثواني طيب شكرا يا اسد شيل يا ولد اسحب الورق هات ادبس لك الورق شوف شوف بسيم شوف ابراهيم اللي انت عامله ده شوف بسيم شوف ابراهيم ماشي شوف جالسين يكتبوا يعني شوف شوف جالسين يكتبوا شوف بس سيبهم يكتبوا هم معاهم وقت لا ما غشناش خلصنا يلا بسيم كتبت ايه بسيم كتبت ايه بس يا ابراهيم قرب يا سلام ابراهيم لا ما يقربش ورينا كده على السريع مش لازم يقرب لا ده انا عامل وريني بتاع ليلى ظرف ظرف ظروف ايه رايك في البتاع حلوه قوي ظرف ظرف انا وريك خلاص يلا يلا ابراهيم اللي بعده يلا ابراهيم لا لا خد من هناك واحد منه ظرف ظرفني ظروف مش التصريف بتاع الكلمه بالظبط شكرا شكرا استاذ هاني نفس الكاتبين كلكم زي بعض لا 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 ايه يا استاذ ظالم ظلمه ظلامة ظلم ظافر لا ظلم ظلم ايش ظالم ظلمه ظلم ظافر ايش هذا ظالم ظلمه ظافر مين ظافر واحد واحد اسمه ظافر اسمه ظافر ايه عادي عبد الرحمن بن ظافر العمري عادي يعني عادي يعني صح يا هاني صح برافو يا هاني اي حاجه يلا ابراهيم يلا وريني انا ابراهيم ورينا ابراهيم انا جاهز ظل انا مش لا انت كنت كاتب حاجه مسحتها صح انا مش لا ده ظلال ظلال
ابراهيم عمل ظلال. يا سلام بس عملها فعل مش كتاب. الان ايوه هذه الاجابه. ظهيره نعم. ظهره ظاهر في الظلال. ظلالة. يا سلام ظلت. يا سلام صفر. انا حاسس بيك صفر. انت تقدر تروح دلوقتي. بيج صفر. بيج زيرو. ها زكريا اول ظل ظالم ظالم ظله. نعم ظل ظالم ظالم ظله. اي كلام يعني؟ لا مش اي كلام والله. اي كلام والله ما اي كلام. عشان والله ما اي كلام ظل ظالم ظالم ظله. يعني ظل ظالم ظله ظالم. يعني مش مخليه قاعد في طراوه. يعني الشمس جاية عليه. شفت ازاي؟ اقول عشان مش هتشاف طبعا. قول انت فاهمها. اهي يا جدع في ايه؟ اهي ظلم ظاهر ظلم ظلومه. فريق المضمضة. انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ لا والله ده بجد بجد. ظل ظالم. انتوا بتقولوا حاجات غريبة قوي. انتوا بتقولوا حاجات غريبة قوي قوي قوي. احنا رسمنا. لا يا اخي. لا يا اخي ايه؟ انتوا بتقولوا حاجات غريبه جدا. انت فاكر اذهب الى الحمام نعم. ليلا؟ لا اصل خلي بالك ان انا ابويا برده ما ربانيش وصرف عليا عشان اجي اكتب اي كلام. اني ثانيه ماشي. ظل ظالم ظالم ظل. انا اسف. دي لو فتحت المعجم في حرف تاني. انت بتعمل ايه يا بقوم اقف. مش باينك الدفه. دفه ونام كويس. هاني بيقول لك